تلقى شراحتك أول حاجة. هي أكبر مني 25 عام، مانيش حدشي من بعد العرس، عرست في شهر، فما معناتها شكون قال لي خوذها ولا بس عليها، كل شيء تعيش متهني تو نجم نقول هزني طمع برشا وتغريت. هزني طمع برشا وتغريت. لا ما خنتش أبدا، ما نعرفش كيفاش تسكرت البيبان في وجهي، مانيش عارف كيفاش. لقيتها هي أقرب يمكن، قلت نقاش فيها شوية حنية ولا حاجة. خاطر هي عندها برشا فلوس وهي ما تحبش تعطيني. هي ما تحبش تعطيني. لكن الله غالب ما حصلت حتى شيء في يدي. فارق العمر بين المرأة والراجل، هل عنده تأثير على نجاح العلاقة الزوجية ولا؟ عندي تجربة وعنده تأثير كبير برشا 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 برشا. كيفاش هي تجربتك احكي لنا؟ ما تلقاش ديما ما تلقاش راحتك أول حاجة. كيفاش تلقاش راحتك؟ معناتها ديما تخمم تقول ديما زعما كان اخذت مران ديتي زعما ديما تلقى كل الحاجات هذيك فهمتي، ولا قل شيء تقعد ديما فما شويه مشاكل تقعد فهمتي، ديما فما شويه مشاكل ما تقعدش مرتاح فيها. ليش ما نتصورش كان يقعد مرتاح. فهمتك. انت مرتك اكبر منك ولا انت اكبر منها برشا ولا شنو؟ والله هي اكبر مني ب 25 عام. قداش عمرها هي تو؟ هي عمرها تو في 65 هكاك، 66 درس 66. وانت قداش؟ انا عمري 42 عام. 42. خذيتها عن حب ولا شنو؟ والله خدمه، هي ساعات تجيب لي حاجه تقول لي على السلامه صباح الخير هيك. هو وليت فما شكون قال لي معناتها خوذها طفله بيا كل شيء، وما ما نسحتش من بعد العرس، عرست في شهر وما نسحتش العملية. في شهر عرفتها عرست؟ اي في شهر. اي شهر كيف انك باش تعرف على عبد وتعرف طبيعته؟ والله هي فما معناتها شكون قال لي خوذها ولا بس عليها كل شيء، تعيش متهني تو تو. حكاية الفلوس هذه، حكاية الفلوس نظنها في العرس واحد ياخذ معناتها واحدة لاباس عليها، يقول بصراحة مش حل. يعني انت هزك الطمع؟ اي هزني الطمع، نجم تقول هزني الطمع برشا وتغريت، رغم اللي مشيت معها به هنا ومع امها وبه، وكنت زاد بالقدي معها، هزيت معها امها وبه. ما خنتهاش؟ لا ما خنتهاش ابدا ابدا ما خنتهاش، ومشيت معها به، وفي الاخر باعت هي برشا ارض وما الأرض ما عطاتك حتى شيء. حتى شيء رغم اللي فارق العمر، ورغم اللي مهنت هاشي، وحتى مرضت هزت معها معناتها وزن القفة مرضت شوية. أيوه هي ماهيش مطالبة باش تعطيك فلوس راه. هي نعرف ما هو كي مرت بعد 10 سنين معرسية قلقتني شوية، قلت لها أعطيني شوية ونقعد حبيب وكل شيء والدنيا الدنيا. قلت لها أعطيني شوية فلوس ومن بعد نطلقوا هكا ولا؟ كيف تستحبيب؟ قلت لها من غير ما نقعد نخون فيك ولا نغدر فيك ولا حتى شيء. قالت لي كيفاش نعطيك فلوسي وكيفاش تعرس بها؟ رغم اللي اني عملت معها برشا باهي وما تفكرتش هي. تو كي خاطر هي كبرت سن ونحب نجيب صغار وكل شيء فهمتي. لكن وقت اللي خذيتها ما تعرفش الموضوع هذا انت؟ نعرف الموضوع، اما من الاول ما لوش حكم اني كنت صغير، ما لوشتش فهمتي. ما لوشتش اني على الصغار، تو كي فت 30 وكل شيء. بديت نكبر في العمر، بديت ونجي نري واحد هزاك ولده وكل شيء، كيف اللي نحب انا زاد نجيب صغار، حبيت نجيب صغار وكل شيء. لكن مش كراك الوقت اللي ضيعته معاها هي، مشيت خدمت ولوجت وتعبت ومشيت عرست بوحده اخرى خيره، علاش من الاول معناها زدت تغربي وضيع لها عمرها ومن بعد تقول اعطيني فلوس باش نطلق؟ والله اني ما ضيعتلهاش عمرها كل شيء، واعطيتها انا من الاول من فلوسي وكل شيء. وجريت معها كما قلت لك، اما زاد انا خدمت برشا مصروف، امي في جرتي وبرشا مصروف وكري ومصروف ماك تعرف، وهي زاد ماهيش كانت تخدم زاد انا من الاول، ما باعتش زاد ارضها، كنت نصرف عليها انا فهمتي، وصرفت على بها وامها، ما كانوش مش يبيعوا الارض، وكانت فيها شويه مشاكل، عاونتها انا باش عاونتها باش صلحت لها اوراق، باش عملت لها عملت هي مهندسين باش قسمت الاراضي نتاعها، عاونتها شويه فهمتي. وفي الاخر كي طلبتني شويه فلوس قالت لي ما نجمش.
ايوا فما واحد زاده يمشي للمراه يقولها انا باش نطلقك واعطيني طرف فلوس. والله من ما نعرفش كيفاش تسكرت البيبان في وجهي، مانيش عارف كيفاش جيتها هي اقرب يكون قلت نقش فيها شويه حنيه ولا حاجه هيك، خليني الواحد يعاود حياته هكا. فما امراه تحن على رجلها باش تعطيه لمراه اخرى تسخف بيه تقول يا والله مسكينه وقاعده معايا ذي حاب يجيب صغار خلينا نطلقه ونعطيه يمشي لمراه اخرى. معني مخك قال لك هكا انت؟ والله مخي قال لي هكا، اني قلت لها كانت تحبي اعطيتها حل، كانت تحبي مثلا انت خاطري مريضه شويه فهمتي، قلت لها ناخذ امراه اخرى واني مثلا نشوفوا حيدة عاقله و تعيشوا مع بعضكم بعضنا. خاطري زاد مريضه شويه ما عادش نجمك كلف لي كيما نقولوا تمشي للمرشي تقضي، تمشي كيما نقولوا تقضي في الدار برشا فهمتي، تتعب برشا ما عادش تقعد ساعات بالنهارين ثلاثه راقده فهمتي، انا ما عادش نجم مريضه فهمتي، حتى عادش نهزها تجبد فلوس ولا تعمل قاضيه من اداره معناتها بالسيف تلقيني شددها فهمتي، انا مريضه شويه هي فهمتي. لكن مريضه شويه وانت تحب تطلقها وتجيب امراه اخرى للدار تعيشهم مع بعضهم في سعاده وهناء هكا، معناها شنو تحب؟ باش هي زادة تعيش متفرهده شويه فهمتي، تعيش زادة هي تلقى شكون يهزها زادة، خاطر هي ما عندهاش شكون يهزها، ربما تاخذ تاكسي من هنا، ربما حكاية 3-4000 فرنك يقول لها 15 دينار 10 دينارات. إذا لي واحد واقف معاها باقي أبرك يهزها للطبيب. أنت تخمم عليها معناه، تخمم عليها وقلبك عليها، تحب تقعد تهزها وتقيم بها وأمي تجيب لها امرأة أخرى تعيش معاها في الدار. والله كي أنا هي رضيت راني عادش بي، أما هي ما حبتش، رضتني هنا هي ملوح في الشارع، طردتك؟ اي بالطبيعة مادام ما عادش معناها انا ساعات نكش عليها فهمتي، خاطر هي عندها برشا فلوس وهي ما تحبش تعطيني فهمتي. ايه فلوس هذوما عملت انت فلوس كيفها؟ انا ما نجمتش نعمل فلوس، ما نجمتش نعمل فلوس كيفها هي، ما نجمتش كما نقولوا واش نشري دار مثلا ب 300 200 مليون ما نجمش نيه فهمتي. إيه لكن ربي اعطى للناس الكل مش كيف كيف، معناها فما اللي اعطى شويه فما اللي اعطى برشا، فما اللي عنده برشا فلوس فما اللي عنده شويه، معناها العبد الكل هنا عايشين. زاد انا اعطيتها عمري زاد فهمتي، قلت لي هي قالت لك اعطيني، معناها هي اللي قالت لك اجي عرس بيا، ما هو انت مشيت لها حبيت تعرس بيا زاد. زاد وهي رضت ساعات. إيه هي رضات لكن مش هي قالت لك ايش. هي زاد كانت نجم تقول ليلي، كانت نجم تقول ساعتها اصغر مني ما ناخذهاش فهمتي، لكن هي ظهر لي في بالهاش بيك معناها اللي انت على طمع. والله ديجا في بالها شويه، في بالها فهمتي، في بالها شويه وهي ما غير حتى فلوس كل شيء، تعبتني شويه في مخي، تعبتني فهمتي كيفاش حنين وكل شيء، وهي صعيبه فهمتي، صعيبة 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 لين معناتها ما نحكي لكش كيفاش، حتى نقول لها مثلا واحد مثلا مدوا لها حتى 200 فرنك يشري خبزة، واحد يطلب تقول لك ما نعطيش فهمتي، ماهوش معناتها نحن عليها ونعطاها ونجيب لها حاجة فهمتي، وهي كانت كاسحة معايا برشا 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 أكثر ما تتصور عندي قربت 20 سنه انا معرس معاها، ما اكتشفتش بها حتى شويه حن فهمتي. ما المره الاولى انت علاش صبرت هذا الكل؟ معناها صبرت 20 سنه؟ الله غالب، كانت بكري امي بابا حيين اقعد وترجع وش عندك فيها واقعد وكل شيء، وهك تغسل الدنيا صعيبه، شمشي عرستك شمشي يشري لك دار كما تعرف الوالدين هاك بدارك هاك معرس كيف فهمتي، ويرو الوالدين تريك مثلا معرس بدارك وبصغارك تقول لك هون معناتها انا كان فات فهمتي، انا مستور انا جاي طلع علينا وقريب فهمتي. اما كنت اكثر حاجه في الدنيا اكثر حاجه تعبت فيها برشا 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 هي تعبتني برشا. ما تحب انت شنو مطلوب منها هي؟ هي والله اني طالب منها نقول لها يا وحيده والله عملتش معك حاجه خايبه، لكن انظر لي اللي عملته معاك مع امك وباباك
وكان تحب تعاوني شويه، راهي ظروفي تعبه برشا برشا. هذاك اش نطلب منه؟ فيش تعاونك معناها انتم ما زلتوا ما كمش مطلقين؟ ايه ناوي نيش نطلق، منين نحب نطلق. معناها تحب تطلقها وتحبها تعاونك؟ اي تحب تطلقها وتحبها تعاونك بالفلوس؟ والله تعاوني شويه فلوس ونقعد حبيب، لا نتعارك ولا حتى شيء. انظر للي عملته معك مع امك وباباك، للي عملت معك انت، هو مش مزيه ولا حاجه، اما انظر اخي بخاطر ما عادش يظهر لي، ما عادش مفاهمه ما بيناتنا، وهذاك هو. توا كي انت عندك وين تمشي ساعه، عندك وين تبيت، عندك وين تخدم. والله ساعات نعمل ضربات هكاك فلاحه، فهمتي؟ ناوي من ولاية نابل، ساعات نعمل ضربات فلاحه، فهمتي؟ نهارين ثلاثه بخمسين، نهارين ثلاثه ايام بسبعين الف، شدوني جمعه عشر ايام مصروف، خمسه ايام، ساعات نهارين انت والمصروف كيفاش. انت قلت لي تحب تطلق وتحب تعاود حياتك. بيت في ساعات في البحر، ساعات كي نقاش بلاصه هكا في نابل هكا، ساعات نلقى بلاصه معناتها على البرد وكل شيء نبيت فيها. هذاك هو اش باش يعمل الواحد. باهي خويا، تو انت قلت لي تحب تطلق وهي تعاونك، ومن بعد باش تعاود تعرس هكا، ولا تحب تجيب صغير؟ هكا كي نحب نجيب صغير، خاطر ندادي وكل شيء تلقاهم يحملوا في صغارهم وكل شيء، وني نحب ماذا بيا راني جبت صغير وكل شيء. وعندك شكون في مخك معناها باش تعرس بها؟ والله مازلت ما عنديش في مخي، خاطر مربوط مازلت، فهمتي؟ مازلت ما عنديش حاجه في مخي، اما ان شاء الله يا ربي. انا تعبت في مخي وتعذبت برشا وتهنت شويه وصبرت، لكن الله غالب، ما حصلت حتى شيء في يدي. هذاك هو ظروف، كي العباد الكل خدام نهار، الله غالب، هذاك هو. ان شاء الله ربي يعاونك، ان شاء الله ربي معاك. عايشك يرحم والدي. بلادي الجنوبيه ولا؟